كم من متاعب عانوا حسبهم تعبا. نار الحنين، نار الحنين لتطوانا وأهليها. تطوان مدينة في المغرب. الليل يحيونه أو يحيونه سين شوقا لأربعها، أرواحهم هائمات في مغانيها. مهما يحل بيننا فالدين يجمعنا، والقاصيات لسان الضاد يدنيها، والاتحاد أساس المجد نرفعه، ولا تدك صروح فيه نبنيها. نحن اليوم في عنا باستضافة الشاعر مفلح طبعوني من الناصرة عام 48، والأستاذ طارق عبد الكريم الشاعر من عنبتة، والشاعر الكبير مدير عام الثقافة والإعلام عبد الناصر صالح أبو خالد، طبعا للتحدث عن المئوية الأولى للشاعر الشهيد والمجاهد عبد الرحيم محمود. بالإضافة إلى ذلك سيعرجون في حديثهم عن الحديث عن المجاهد الكبير قائد الثورة العربية الفلسطينية عام 36 عبد الرحيم الحاج محمد، والعلاقة بينهما. وكما تلاحظون الآن اختاروا ثلاث صفوف من المدرسة العواشر ويتحدثون معهم عن هذا الموضوع، آملين منهم أن يستفيدوا ويفيدوا الطلاب. يصادف هذا العام 100 عام على ميلاد الشاعر عبد الرحيم محمود، و 65 عاما على استشهاده في معركة الشجرة. الهدف من الندوة تعريف طلابنا على هذا الشاعر صاحب القامة الكبيرة. هو شاعر رغم أنه عاش فترة قصيرة، يعني بس 35 سنة، تمكن من تثبيت القضية الفلسطينية التقدمية الثورية بسنوات ما قبل 48. ولو أعطي العمر لقدم أكثر القصيدة العربية بشكل عام. الهدف من اللقاء تعريف طلابنا على هذا النوع من الأدب. للأسف طلابنا بأغلبهم بيعرفوش أدبائنا، خصوصا قبل 48، يعني بيعرفوا اسم اسمين، بيعرفوهم بالاسم اللي بترددوا كتير، أما ما بيعرفوا المواد عنهم. والإشي المهم أنه أنا جاي من الناصر، لأنه عبد الرحيم محمود بالصدفة أو مش بالصدفة إنه شاهد أو دفن في الناصرة بعد ما استشهد في معركة الشجرة، وبالقرب منه كمان في شاهد للشاعر توفيق زياد، ونحن نعز يعني عبد الرحيم محمود له معزة خاصة عندنا في الجليل بالناصر وبالشجرة وبالمنطقة، وبتأمل نكون أعطينا إشي لطلابنا ولشعبنا.